صباح الحرية وصباح كسر القيد وصباح هزم وهزيمة السجان. بالفعل يعني بعد استقبال الأسير كريم يونس وبعد أن رافقناه في كل هذه السيرورة، بعد أن أعطانا وأعطى تلفزيون فلسطين التصريح الأول بعد خروجه من الأسر الذي قضى به 40 عاما، 14600 يوم من الأسر والعزل وسياسات التنكيل واجه الأسير كريم يونس، لكنه اليوم أخيرا يعانق الحرية. بعد يعني خروج الأسير كريم يونس إلى الحرية توجه لزيارة قبر والديه، توجه أيضا لزيارة والدة الأسير ماهر يونس الذي اعتقل معه 10 أيام بعد الأسير كريم يونس، وهو أيضا سوف يتحرر بعد 10 أيام من اليوم. مشاهدينا يعني نرصد لكم هذه الأجواء وهذا المشهد هنا في هذه الغرفة تحديدا، وهنا يعني حيث جموع الشباب. الأسير كريم يونس بهذه الأثناء يقوم بتغيير ملابسه، يرتدي اللبسة الأولى له منذ خروجه من الأسر، ويعني هذا المنزل الذي نشاهده هنا طبعا بالإضافة إلى هذه اللافتة المرحبة للأسير كريم يونس، هذا المنزل في الأعلى هو المنزل الذي سوف يقطنه الأسير كريم يونس الذي خرج إلى الحرية وتنفس هذا النسيم بدون قضبان الاحتلال للمرة الأولى منذ 40 يوم. يعني الأجواء هنا في قرية عارة مسقط رأس كريم بالفعل حافلة بالأهالي وحافلة بالزوار الذين يتوافدون لزيارة كريم، إذا كان من الأصدقاء ومن العائلة ومن الأسرى المحررين، يعني توافدوا إلى هذا المنزل وأتوا ليشاهدوا كريم ولي يعني يلقوا التحية على كريم بعد أن لم يشاهدوه 40 عام. مشاهدينا يعني كانت مشاهد مؤثرة بالفعل، لاسيما أننا نتحدث عن لقاء الأسير كريم يونس بإخوته وأخواته وأبنائهم. يعني ربما نستمع إلى هذه معالم الفرحة. إيه والحمد لله الله نشلك. إيه من الشدة اللي بكيت فيها. أوه. الحمد لله الله كريم يا رب يا الله. خالتي حضرتك مين بتكوني لكريم؟ نعمامة. وكيف اليوم عم تستقبلوه بأربعين سنة ما شفتوه؟ الله أكبر، هاي اللحظة بنستنى فيها ساعة بساعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الله ما فشلنا، شو الله طول عمره، لو بس لا اله الا الله لو يوم وظل الطيب لهسه تشوف اللحظه هاي وتعيشها، اما هسه فرحانه، انا متاكد انها فرحانه ان شاء الله. يعني والده كريم انتظرته كثير انتظرته، يا ما انتظرته، كانت تستناه وكانت تعمل ولائم في رمضان مشان كريم، والحمد لله رب العالمين. اليوم أي كلمة بتوجهه له مع خروجه للحرية ومع قدومه هون لمسقط رأسه لإلكوا لأهله بعد 40 عام من الأسر؟ نقول له أهلا وسهلا فيك في بلدك في وطنك في عرعرة في عارة، أهلا وسهلا فيك، نورتها نورها، إن شاء الله عقبال كل الأسرة يا رب، إن شاء الله هاي الفرحة يذوقوها كل أهالي الأسرة وإمياتهم وأبائهم خواتهم، إحنا عانينا هذا الإشي. احنا فاضل يونس لما طلع من السجن شركت له على الاردن وفرحنا فيه هناك 15 يوم واحنا نغني. سمعتك اسا كمان عم بتغني وبتقولي اييها لكريم. مركن على حالي بغني اكثر، بس مش مركن على حالي، الحمد لله، ويعني فرحه ما بتنوصفش، تقدريش مش قادرين يعني نعبر عن الفرحه اللي احنا حاسين فيها، والحمد لله رب. الحمد لله على سلامه كريم، وان شاء الله الفرج لكريم و لكل الأسرة يا رب. طبعا لكل لكافة أسرانا الأبطال، لكل شباب فلسطين. نعم يعني الله ونعم الوكيل على أسرانا. نعم يعني يستمر هذا الحديث أيضا مشاهدينا، يعني ما زلنا في هذا الصباح، ويعني نشاهد أيضا الأخ محمد بركي أيضا رئيس لجنة المتابعة بهذه الأثناء، يعني أيضا توجه لتحية كريم وهو يتحدث للصحافة في هذه الأثناء، ويعني الجميع هنا بالفعل مشاعر مختلطة، من جانب بالفعل هناك حزن يخيم، لاسيما أننا نتحدث عن المنزل الذي يقوم كريم به
به بارتداء ملابسه. هو منزل والدته، هذا المنزل الذي انتظر لفترة طويلة جدا، لأربعين عام، للقاء كريم ومعانقته، لكنه اليوم طبعا خالي من والدته التي وفتها المنية. لكن يعني هناك مشاعر كبيرة من الفرحة، ويعني ما بين الأهل وكل أهل الداخل وخاصة قرية عارة. مشاهدينا ربما أيضا يعني نلتفت هنا ونحدث الأهل، نشاهد يعني هذه الفرحة التي تعتري أهل كريم وأصدقائه وأبناء بلده. أريد أن أحدث هنا زوجة أخ الأسير كريم يونس، ريم يونس، التي رافقته في كل هذه الفترة وكانت يعني رفيقة هذا الدرب. ريم، شو شعورك؟ شعورنا ما فيش نوصف، احلى من هيك فيش شعور، الحمد لله مبسوطين كثير كثير، فرحة مش وسعتنا. قد انتظرتوا هذا اليوم؟ كثير 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 كثير، احنا شخصيا انتظرنا تم العمر الاولاد. انت ويمنى طبعا، احنا يعني بنرافقكم كل الوقت. ان يمنى 11 سنة وفضل 12 سنة وانا 13 سنة، احنا اكل عائلة يعني نسبيا بعد نديم استنينا لان احنا صغار. طب يعني نديم، حضرتك زوجة نديم أخ كريم، فضل ويمنى ما شاهدوا كريم ولا مرة ولا التقوا فيه، لكن إيش كان يعني لإلهم كريم؟ بتحبي تحكي يمنى؟ إيش كان يعني لك عمي كريم؟ عمي كريم كثير دائما بسمع عنه وأنا صغيرة، ودائما كان نفسي أشوفه، ودائما جا بالي أشوفه صف الأول، وأنا بستنى أصير صف السادس مشان أشوفه ويجي هذا اليوم. اليوم كيف حاسه لما شفتيه؟ احلى يوم في كل الحياه طبعا. شو كان لك عمك؟ كل شيء يعني لها كل شيء طبعا. ريم، يعني احكي لنا عن التحضيرات ايضا لاستقبال كريم، ايش المتوقع، ايش اللي بنتظر الداخل في هالايام القريبه؟ حاليا اليوم اكيد راح يكون استقبال مفتوح، ما فيش مجال للتحديد، لا في ساعه للاستقبال، هي هنا واهلا وسهلا بكل الناس. بكرة في كمان الاستقبال، وفي غدا كل معزوم الظهر، والساعة 6 في مهرجان احتفالي لحرية كريم إن شاء الله. الله، كل الشكر لك ريم، ونحن رافقنا ريم على مدار سنوات أسر كريم في السنوات الأخيرة، تواجدنا هنا يعني في الكثير من المرات ورصدنا الأجواء لدى عائلة كريم ورافقنا عائلته في رحلة الانتظار هذه. يعني ما زالت الجموع هنا بانتظار كريم لأن يخرج، وهو خرج بهذه الأثناء. نشاهد كريم يعني يخرج من منزل والدته، من حيث انتظرته الوالدة لسنوات طويلة، لطالما جلست هنا على هذه الباحة وهذه الساحة من أجل انتظار كريم. يعني أهل كريم يعني يريدون أن يأخذ قسط من الراحة أيضا في هذه الأثناء، ويقولون بأنه لم ينم منذ 3 أيام وهو بانتظار هذا التحرير وبانتظار معانقة الحرية. والأسير كريم يونس في هذه الأثناء يخرج مع هذه الكوفية الفلسطينية ويحيي كل الجموع التي أتت إلى هنا لتحيته ولإلقاء السلام عليه بعد أن انتظرته لأربعين عام. الداخل انتظر كريم، والكل الفلسطيني انتظر كريم وانتظر هذه اللحظة، لحظة التحرير. طبعا يعني هنا يعني المشاعر مختلطة و متضاربة، حالة طبعا يعني من الارتباك بالإمكان القول. يعني هنا العائلة خططت لهذا التحرير لكنها لم تعلم بأنه سوف يكون بهذا الحجم، وسوف يكون الاستقبال بهذا الحجم، ويعني إقبال الأهالي من الداخل بهذا الحجم. يعني كريم، نحن تواجدنا مع أمك هنا سنويا وجلست تحديدا في هذه الساحة وانتظرتك، ماذا تقول في هذا كريم اليوم وأنت تقف تماما بالمكان الذي وقفت به والدتك وانتظرتك فيه سنويا ويوميا؟ يعني شفت أمي أنا مش مرة ومش ثنتين، وخاصة بتلفزيون فلسطين، لكن المشهد دائما بذكرني بعملقة أمي وجبروتها وقدرتها اللي حملتها فوق طاقتها، لكنها حملتني في دموعها وفي قلبها وفي وجدانها بكل لحظة على مدار 40 سنة.
أستاذ كريم، يعني هذه الفرحة منقوصة، أنت الآن دخلت إلى المنزل ويعني شاهدت الغرف، 4500 أسير فلسطيني ما زالوا خلف القضبان الحديدية البغيضة في السجون الإسرائيلية، فقط الفرحة ولا مرة بتكون منقوصة عند واحد يمكن اللي مش شاعر بمشاعر الفرح. أنا تركت، صحيح تركت 4500 أسير، واليوم اللي هم يمكن بالذات بالسنوات الأخيرة هم اليوم موحدين في وجه الآتي، في وجه بن غفير وزمرة بن غفير اللي من حد ما دخل واستلم منصبه بهدد بالأسرة وبده يرجعهم لسنوات 70. وأنا ببشر أبناء شعبنا، الأسرة لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يستسلموا لا لبن غفير ولا لغير بن غفير. كريم، بعد مرور 40 سنة في السجون الإسرائيلية، هل سوف تعتزل الحياة السياسية أم لا؟ عنا يمكن الواحد بيعتزل ولا بتقاعد عن وظيفة، لكن طالما في شعب مناضل أنا جزء من هذا الشعب، وأنا خرجت من السجن لأكمل المشوار مع هؤلاء ولأنشد نشيد بلادي وأستمر معهم. كريم، يعني هناك الكثير من أبناء شعبنا أيضا بالضفة وفي غزة وفي القدس ممن لم يتمكنوا من الحضور إلى هنا وإلقاء التحية لك، ماذا تقول لهم عبر شاشة تلفزيون فلسطين؟ أقول لهم دائما وأبدا ومش من اليوم، لقاء قريب إن شاء الله في فضاء الحرية، وأنا بحيي أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده حتى في الشتات ومخيمات اللجوء، لهم كل التحية وتعظيم سلام في القدس وفي غزة وفي الضفة، وأنا بعرف أنه كلهم اليوم محتفلين بخروجي، يمكن لأنه شكلت سابقة، لكن بالأساس هاي بادرة ونور وضوء يمكن في سماء فلسطين من أجل الآتي، وإن شاء الله الحرية لكل الأسرى، وأنا متأكد أنه هذا اليوم سيأتي قريبا جدا إن شاء الله. هل كان اتصال من قبل السلطة الفلسطينية صباح هذا اليوم معكم؟ كان اللقاء مع عضو اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، حكى معي باسم الرئيس الأخ حسين الشيخ. وهل هناك احتفال في الأراضي السلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة؟ سيكون عندما أذهب لهناك سيكون، وإن شاء الله كمان أني بقدر أصل قطاع غزة، وأنا بعتبر حالي ابن فلسطين، وإن شاء الله سأكون كمان في الضفة وفي كل المحافظات وفي القطاع إن شاء الله. في مؤشر بقدر التهديدات التي يتلقاها الأسرى من بن غفير وجماعته، ولكن الأسرى رسالتهم واحدة، بيقولوا لا بن غفير ولا سياسة بن غفير ولا عصابات بن غفير وسموتريتش حتأثر عليهم، وهدول بالتالي الأسرى اليوم يعني من سنوات هم موحدين في وجه هذا الطاغوت القادم، وهم عندهم استعداد حتى للتضحية بأرواحهم من أجل وقف بن غفير ووقف هذه الهجمة، ودائما حتكون يعني معركتهم هي أم المعارك، معركة الحرية إن شاء الله. شكرا للجميع. شكرا لك أخ كريم يونس. إذا استمعنا إلى هذه الكلمة، يعني تجاوب كبير أيضا من قبل عميد الأسرة كريم يونس، يعني بالفعل هو يتجاوب مع الصحافة، يتجاوب مع من يأتون لزيارته ولإلقاء السلام عليه، وأيضا يرسل برسائل قوية جدا لأبناء شعبنا، يرسل برسائل قوية أيضا لأسرانا ولأمهات الأسرة ولكل شعبنا الفلسطيني الصامد والمناضل، وكما سمعنا أيضا هو في يعني في المرحلة القادمة ولدى تمكنه أيضا سوف يزور بلدات الضفة الغربية وسوف يحتفي مع أهلنا أيضا في كل محافظات الضفة، وإذا تمكن وتسنى له أيضا في قطاع غزة. يعني هذه الأجواء من الفرحة ما زالت هنا طاغية، وكريم يقول بأن ليست هناك فرحة منقوصة، هو فرح جدا وهو سعيد بهذا التحرير وسعيد بخروجه إلى الحرية، ويعني سعيد بهذا العناق مع كل أبناء شعبه، كما تشاهدون ما زال هنا بين الحشود، يعني يسير وتسير الصحافة معه ويسير كل الأهالي أيضا معه، هو سوف يتوجه بعد قليل إلى الخيمة التي أعدت خصيصا لاستقباله، وفي هذه الأثناء يعني
تشاهدون يعني تشاهدون هذا المشهد للأسير كريم يونس. أريد أيضا أن يعني نعرج في الكلام ربما مع شقيق الأسير نديم يونس، ونديم الذي نتحدث معه بدون توقف منذ أيام. سعد صباحك نديم، صباح الحرية وصباح هذه الإشراقة الأولى منذ 40 عام. نعم، صباح العودة كمان. يعني كريم عاد، الحمد لله عاد إلى بيته، هذا نوع من العودة. إحنا تغنينا في العودة، العودة هنا من لمسنا العودة، المعنى الحقيقي للعودة. كريم عاد، يعني الشعب الفلسطيني عائد إن شاء الله، وهذا عودة حتى لو عودة جزئية، ولكن تمثل لها معنى كبير، أنه السجن ما بسكر على حدا. بعد 40 سنة كريم عاد منتصر الحمد لله بمعنويات عالية، كما تحدثتم إليه صباحا أنه نحن مستمرون. كريم في عنده برنامج في عقله لاستمرار النضال على العهد كما أوعد، وترك 5000 أسير من وراه. لن ينسى لا الأسرى ولا لنسى قضيته، ولا سيعمل كل ما بوسعه لإتمام المسيرة حتى العودة الحقيقية، عودة كل أبناء فلسطين إلى أراضيها، حتى تحرير كل الأراضي الفلسطينية وتحرير كل الأسرى الفلسطينيين. طب نديم، خططتم لهذا اليوم كثيرا، وقلنا أنه رح يكون يوم فرح ويوم عرس ويوم سعادة. اليوم كيف تبدو المشاعر؟ يعني هل تشابه ما خططتم له بالأساس؟ يعني أعتقد أنه هنا تعطلت الأمور كما ترين، كسبب أنه الكثرة الناس والكل يشد على كل واحد، يشد على جهة، ولكن هذا نوع من الارتباك يعني الجميل اللي فيه سعادة وفي سرور. مش مهم يعني، بعد قليل أعتقد أنه بنقدر نرجع نتواجد بالخيمة لاستقبال أعداد من الناس، لأنه هنا ما فيش مجال أنه الكل يتجمهر هنا لديك المساحة. بنتأمل أنه الأمور تمشي بسلاسة ويكون في مساحة للكل، رغم أنه كمان في عندي شك، وشك كبير بالعكس. أنا على يقين أنه كمان الساحة اللي عددناها بالفناء الخلفي للمنزل مش راح تتسع إلى كل الجماهير اللي راح توصلنا وتزورنا بهاي الأيام. الحمد لله على كل حال، إحنا بندبر بعضنا وبنهتم بزوارنا، والكل بمستعد يتحمل، والكل مستعد يوقف تحت المطر بالسقعة حتى أنه نتمكن أنه نستقبل الجميع، والكل يكون له دور، والكل يكون له حضور، والحمد لله على كل حال. كل الشكر لك أخ نديم يونس، شقيق الأسير كريم يونس، الذي نرافق منذ سنوات ونرافق قضية كريم من خلالك أيضا.